السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله اليوم سوف نقوم بتكميل درسنا والذي كان بعنوان المياه في الوطن العربي. إذن عنوان درسنا المياه في الوطن العربي، إن شاء الله اليوم سوف نقوم بإنهاء هذا الدرس، وهو درس هام جدا كما ذكرنا سابقا. تكلمنا في الدرس السابق عن الأنهار العابرة في الوطن العربي، تكلمنا عن نهر دجلة ونهر الفرات وشط العرب، أليس كذلك؟ تكلمنا نعم إذن صحيح. عن نهر دجلة، نعم، وشط العرب ونهر الفرات، ولم نتكلم عن نهر الفرات بشكل مفصل، إنما سوف نتناول إن شاء الله في درس سابق من دروس المياه في سوريا، سوف نتكلم عنه بشكل مفصل. تكلمنا عن البحيرات في الوطن العربي، وقلنا تختلف البحيرات من حيث النشأة والسعة والفائدة. وأعطينا أمثلة على هذه البحيرات في الوطن العربي التي قلنا تختلف من حيث النشأة لكل بحيرة سبب في نشوئها، وأعطينا مثال عن هذا السبب. إن شاء الله اليوم سوف نقوم بدراسة المياه الجوفية في الوطن العربي. قلنا المياه الجوفية في الوطن العربي هي من المياه أو الموارد المائية التقليدية. وقلنا الموارد المائية التقليدية تشمل المياه السطحية، تكلمنا عنها، واليوم إن شاء الله سوف نقوم بدراسة المياه الجوفية في الوطن العربي والمياه الأمطار. المياه الجوفية في الوطن العربي، طبعا يتميز الوطن العربي بشكل عام بغناه بالمياه الجوفية. طبعا المياه الجوفية في الوطن العربي تقسم إلى قسمين، مياه جوفية طبعا غير متجددة، نحن نسميها مياه جوفية موروثة، يعني هذه نشأت في الأزمنة الجيولوجية القديمة، تعود إلى عصور الجيولوجية الحقب الثالث والحقب الرابع. إذن هذه نسميها مياه جوفية ماذا؟ غير متجددة موروثة، تمام؟ توجد في شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى. لاحظوا هذه أهم مناطق المياه الجوفية في الوطن العربي، واضح عندكم على الخريطة يا طلاب. إذن هذه المياه أو الأحواض الجوفية في الوطن العربي، طبعا الصحراء الجزائرية، السرير، النوبة، الأحواض موجودة في شبه الجزيرة العربية. فعندي أحواض مائية متجددة، في عندي أحواض مائية متجددة طبعا بغزارة، في عندي أحواض مائية متجددة ببطء، في عندي مناطق ذات أحواض مائية ضحلة، في عندي مناطق ذات تركيب جيولوجي مائي معقد، وهي تشمل المياه الجوفية الغير متجددة. إذن القسم الأول من أقسام المياه الجوفية في الوطن العربي المياه الجوفية الغير متجددة أو الموروثة. في عندي مياه جوفية متجددة، يعني دائما عندي استهلاك لهذه المياه وتتجدد بنفس الوقت، يعني يديها تسرب من المياه، من خاصة من المياه الأنهار الكبرى في الوطن العربي، مثل نهر النيل، هذا هو نهر النيل، وعندي نهر دجلي والفرات، حيث تتسرب مياه هذه الأنهار نحو باطن الأرض وتغذي المياه الجوفية فيها. كذلك يمكن أن تتغذى المياه الجوفية من مياه الأمطار الساقطة على شمال الوطن العربي أو الساقطة على جنوب الوطن العربي. فالمياه الجوفية لها أهمية كبيرة في الوطن العربي، تعليل هام جدا، علل الأهمية الاستراتيجية للمياه الجوفية في الوطن العربي. نحن نقول لأن الوطن العربي يتميز بظروفه المناخية الجافة وشبه الجافة، وكذلك يتميز بفقره بالمياه السطحية وتناقص هذه المياه. فطبعا اتجهت الدول العربية نحو المياه الجوفية لتعويض النقص بالمياه السطحية فيه. وطبعا استهلاك مياه جوفية يزيد عن معدل، طبعا استهلاك مياه جوفية في الوطن العربي ازداد في السنوات الأخيرة، حفر الآبار، إقامة الأنهار الصناعية إلى آخره، أدى هذا الأمر إلى انخفاض في منسوب المياه الجوفية. طبعا وهذا يشكل خطرا ويشكل يهدد مستقبل المياه في الوطن العربي. إذن هذه هي المياه الجوفية في الوطن العربي. واضح يا طلاب؟ واضح جدا. نعم. بس وين قلت إنها تتواجد؟ نعم، تتواجد، نعم. هلا نشوف، تميز الوطن العربي بامتداد واسع
للأغشية المائية الجوفية التي قدر مخزونها 29 مليار متر مكعب، وهي بذلك تساوي 15% من مجموع الموارد المائية في الوطن العربي. نحفظ هذه النسبة هامة جدا، لأن نسبة المياه الجوفية من الموارد المائية في الوطن العربي تم نسبتها 15%. طبعا تختلف باختلاف طبيعة الصخور والعمق وإلى آخره. تقسم إلى نوعين: مياه جوفية متجددة تنتج عن تسرب دائم من مياه الأنهار الكبرى أو من مياه الأمطار في شمال الوطن العربي وجنوبه، أو عند مياه جوفية غير متجددة سميناها مياه موروثة من عصور جيولوجية سابقة كالموجودة في الصحراء الكبرى. إذن هنا توجد المياه الجوفية الغير متجددة في الصحراء الكبرى وصحراء شبه الجزيرة العربية. المياه الجوفية في الوطن العربي أهمية استراتيجية، إذن تشكل أو ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للوطن العربي. لماذا؟ بسبب ظروفه المناخية المناخية الجافة وشبه الجافة وفقره بموارد المياه السطحية وتناقصها المستمر. إذن هذه هي أهمية المياه الجوفية في الوطن العربي. طبعا إلا أن استهلاك المياه الجوفية بما يزيد عن معدل التغذية السنوية، يعني الاستهلاك أكبر من التغذية، أدى إلى انخفاض منسوب بعض الأحواض المياه الجوفية واستنزاف البعض الآخر، يعني استنزفت أي ما ظل عندي مياه جوفية، وهذا يشكل ظاهرة تهدد المستقبل خاصة أن معظمها مياه موروثة. إذا معظم المياه الجوفية في الوطن العربي هي مياه جوفية موروثة، يعني غير متجددة، لن تتجدد ضمن الظروف المناخية الحالية للوطن العربي. واضح يا طلابي؟ واضح أستاذ. تمام. إذا ما أنواع المياه الجوفية في الوطن العربي؟ مياه جوفية غير متجددة ومياه جوفية متجددة. إذا عندنا نوعين المياه الجوفية في الوطن العربي: مياه جوفية متجددة ومياه جوفية غير متجددة. المياه الجوفية الغير متجددة أين متى نشأت هذه المياه؟ موروثة من عصور جيولوجية. نعم، إذا وجدت في عصور جيولوجية سابقة.